بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله حميد محسن من منطقة ليفربول. جينا في هذا اليوم لنتضامن مع شعبنا في الداخل في المتمثل في يوم النكبة المشؤومة يوم 7 يوليو، يوم أن اجتاحت قوات الاحتلال اليمني جنوبنا الحبيب. وجئنا لنؤكد أن لا حوار مع القتلة ولا حوار مع المحتلين، وأن الخيار هو خيار الشعب الجنوب في التحرير والاستقلال، ولن نحيد عن ذلك قيد الملة. جئنا من مختلف المدن البريطانية كتمثيل رمزي للاحتفال ولمؤازرة شعبنا في الداخل، ونوصل رسالة للعالم وللإقليم بأن لا حوار ولا قرار، فالقرار هو للشعب الجنوبي. فالشعب الجنوبي قد حسم أمره بالتحرير والاستقرار ولا خيار عن ذلك، وما يتم من مهزلة في صنعاء لا تعبر إلا عن أنفسهم ولا يمثلوا شعب الجنوب. حضروا إلى صنعاء لكي يستلموا كل يوم 50,000 $250 لكل واحد، هذا لا يمثلوا شعب الجنوب، يمثلوا أنفسهم. حتى الرئيس عبد الرب منصور، هذه هو رئيس دولة الاحتلال بالرغم أنه هو جنوبي، ومحمد سالم بواسندوة هو رئيس وزراء دولة الاحتلال. هؤلاء لن يمثلوا الجنوب، الجنوب يمثله شعبه والشهداء الذين ضحوا وفي ثورته العظيمة التي اندلعت في 2007. فنقول للعالم وللإقليم بأن ينظروا إلى معاناة شعب الجنوب من قتل والتي استمرت برئاسة المجرم الطاغي علي عبد الله صالح، ومن بعده سلفه عبد الرب منصور هادي وزير الدفاع حربه عند اجتياح الجنوب، واليوم هو رئيس الرئيس. فنقول للإقليم والمجتمع الدولي إن خيار الشعب الجنوبي هو التحرير والاستقلال، ولا رجعة عن ذلك مهما كلف من ثمن. جئنا في هذا اليوم لنسلم رسالة للسيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء حكومة بريطانيا بمعاناة شعب الجنوب وما يتعرض له من قتل حتى اللحظة. كل يوم شهيد يسقط على أرض الجنوب من قبل قوات الاحتلال الهمجي اليمني. نحن لن نكون يمن إلا منذ عام 67، إحنا الاتحاد الفيدرالي للجنوب العربي لم نتيمن إلا من عام 67، والآن نطالب باستعادة دولتنا، والشعب اليمني الشعب الجنوب هو من يقرر وليس أحد. وشكرا. 7/7 هذا اليوم يعني يعتبر يوم أسود بالنسبة للجنوب والشعب الجنوبي قاطبة. 7/7 كان الغزو الشمالي على بلدنا الجنوب، نحت يعني ندين كل الأعمال وكل عسكرة المنطقة الذي قام فيها النظام والجيش الشمالي باحتلال كل مناطق الجنوب بهذه الحرب الذي قامت في عام 94. تم اجتياح الجنوب وتمنح بالثروات واجتثاث كل ما هو جميل على أرض الجنوب. شعب الجنوب بهذا اليوم خرجت الملايين لتعبر رفضها الكامل للاحتلال الشمالي وتنادي بالحرية والاستقلال من أجل استعادة الدولة والوطن كاملا. لهذا نعبر عن أسفنا وعن يعني غضبنا لليوم الأسود الذي تم فيه اجتياح الأراضي الجنوبية بعد إن كانت هناك وفاق وطني لإعلان وحدة وتم قتلها من قبل نظام صنعاء المستبد.